جديدة دائما، اختاري شامبو العباية بيرسيل. العطاء، الإبداع، المصداقية، هذا ما يميز المتنافسات الثماني اللواتي اشتركن في مسابقة أروع عباية. فقد أضافت لهن هذه المنافسة طابعا مهما جدا في حياتهن، هو الحماس، ولولا المنافسة ما كان التميز أكيد. اليوم وصلنا إلى خط نهاية رحلة السباق، معنا متسابقتان هم وفاء عمر من الإمارات، آية عبد الله من مصر. يا ترى مين راح تكون الرابحة، رابحة ال50,000 ريال سعودي؟ إن شاء الله طبعا نتمنى التوفيق للثنتين. أولا في بداية الفقرة راح أرحب بضيوفنا معنا اليوم، الإعلامية الزميلة هبة جمال، ويسعد صباحك هبة. صباح النور. وايضا معنا الفائزه بمسابقه اروع عبايه للعام الماضي، نذكركم فيها اذا كنتم ناسين، شوق الطاهر، وطبعا ايضا لجنه التحكيم، وصباح الخير شوق. ولجنه التحكيم اللي تعودتوا انكم تشوفوهم معنا طوال الفقرات او الاسابيع اللي فاتت، المصممه امل مراد، يسعد صباحك امل. صباح الخير يا لجنه. وايضا رجل اعمال والمصمم محمد السمحان. صباح الخير. مشاهدنا طبعا راح نشوف اول شيء جميع المشتركات موجودين معنا اليوم بالاستديو، الثمان اللي مروا معنا منذ البدايه، يسعد صباحكم وكثير مبسوطين انكم موجودين معنا اليوم. راح نستعرض وياكم ملخص سريع عن التصفيات بدايه من الفقره الاولى لاروع عبايه، نشوف التصفيات الثانيه. للأسف مستثني من المسابقة صفاء يوسف. آسف بخروج سميحة. تكون فاطمة هي اللي راح تخرج هالاسبوع من المسابقة. مشاهدينا انه زميلتنا هبه هي مو بس كمان اعلاميه، هي مصممه ازياء. راح نسالك اول شيء هبه، طبعا احنا مبسوطين بوجودك معنا اليوم، ناخذ رايك بالتصاميم اللي مرت معنا. اول شيء صباح الخير عليكم وعلى الجميع، يعني انا احب اول شيء اشكر ام بي سي على هذه النوع من المبادرات المميزه اللي بتعطي فرصه للشباب والشابات العربيات ان هم يكون عندهم فرصه اكثر للابداع والمشاركه والتحدي زي ما يقولوا روح المنافسه. والنقطه الثانيه المسابقه بصراحه كنت بتابعها من اول الحلقات، لانه انا عارفه انه مجال تصميم العبايات ما في يعني محدود نوعا ما عن المجالات الاخرى في مجال التصميم، يعني بيكون في الاوت كوتور في مجال اكثر بحكم انت عارف العبايات انه لا خصوصيه معينه. والنقطه المهمه الفتيات صراحه مش عارفه شو اقول لكم، سعيده جدا انه انتم ما كان هممكم الربح قد ما هممكم المشاركه وانه الناس تتعرف عليكم اكثر ويكون عندكم فرصه لبروز هذه الموهبه. اخر طبعا حلقه اللي شفتها اللي كانت ريد كاربت كانت ملفته، الاخت فاطمه طبعا استبعدت كان موجود، وفاء من الامارات، والاخت ايه من مصر اللي ظلوا معنا. كانت فكره العبايات حلوه فعلا، الشكل اللي كان محطوط لوفاء على الصدر وفكره الطرحه كانت حلوه، والليذر اللي كان محطوط على الخصر كمان، وفكره الميتل اللي فيه يعني في فخامه كشخص بيكون على الريد كاربت. اتمنى لكم التوفيق انتم الاثنين ان شاء الله، وانه هذه فرصه او زي ما يقولوا هذه البدايه، ان شاء الله تكونوا مفكرين ايش حتعملوا قدام، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. بكره نشوفكم اسماء عالميه للجميع يا رب. شكرا طبعا هبه. وراح ننتقل مشاهدينا لشوق، شوق طه اللي كانت فائزه معنا في الموسم الفائت. شوق مكتوب مبسوطين بعد مرور سنه رجعتي لنا مره ثانيه، خبرينا ايش النشاطات اللي تابعتيها خلال السنه هذه، ايش الاشياء اللي استجدت عليك من بعد الفوز؟ والله اني صممت كم من عبايه لليشمت وخليناها بالشوب يعني مالتهم، وفاني
لا لا ماكو تعظيم. طيب اني ان شاء الله خلصت الشغل مالتي فراح اتوجه اكثر للتصميم وللرسم، وعندي مشروع ان شاء الله يعني ينجح قاعد اشتغل به. ف الحمد لله. يلا ننتظر منك ان شاء الله عرض ازياء خاص باسمك ان شاء الله. ان شاء الله اكيد لازم تحت رعايتنا ان شاء الله. شكرا لك. شوف طبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله لوفاء ولآية. راح نشوف طبعا حسب التصويت، كلنا متحمسين نعرف مين اللي راح يفوز. ابقوا معنا مشاهدينا، طبعا اعلان الفائزه بمسابقه اروع عبايه راح يكون في الفقره الثانيه من البرنامج. معلش يبغاكم شويه انتظرونا. لعبايه جديده دائما اختاري شامبو العباية بيرسيل. عباية جديدة دائما اختاري شامبو العباية بيرسيل. إذن عودة مشاهدينا إلى فقرة أروع عباية. أكيد الكل متشوق ومتحمس يبغى يعرف مين يا هل ترى الفائزة بمسابقة أروع عباية لهذا العام، العام الحالي، واللي راح تحصل على 50,000 ريال سعودي. من هي سعيدة الحظ يا هل ترى؟ وفاء عمر من الإمارات أو راح تكون آية عبد الله من مصر؟ راح أول شيء نتوقف مع عرض لعباءات المشتركين النهائيتين واللي راح على أو على أساسهم هم وصلوا إلى هذه المرحلة النهائية واللي أنتم صوتوا لهم. خلينا نشوف.